بالمنظومة التشريعية القائمة هيفشلوا فشلا ذريعا. ليه؟ لأن المنظومة ما يهمنيش الشخص، لو شخص نص ونص وعندي منظومة حقيقية أنا المؤسسات والإجبار والإمكانيات هتجبره ينجح. ولكن النهاردة القانون اللي أنا قلته في الأول اللي هو ممنوع تربية أسماك على مياه نظيفة. طب لو أنا حذفته، يعني أنا قعدت مع أمين أباظة وأنا اللي مقدم فيه البلاغ على فكرة وزير الزراعة ده خمس قبلها بخمس سنين، يا دكتور مش هنحتاج منكم حاجة، روح للدكتور فتحي سرور قول له احذف هذا القانون عشان نقدر نصدر سمك، والا بالتالي انا ممنوع من تصدير السمك لاوروبا مجرد حذف قانون. طيب هنرجع السمك، القانون ده صدر ليه؟ صدر لانه كانوا فاهمين ان السمك بيشرب الميه. مين اللي بلاش. كان فاهم ان السمك بيشرب الميه؟ الناس اللي طلعوا اكيد. امال طلع القانون ده ليه؟ ما فيش تفسير تاني. وبالتالي طب ايه زراعه السمك في الصحراء؟ انه بيسبب قدر من التلوث. ما انا هقول لحضرتك، انا عندي تجربه وانا زرع سمك في الصحراء. في العالم كله بيعملوا ايه؟ يعني انت حضرتك في المغرب لو رحت المغرب لازم الميه عندهم امطار بيحجزها في سدود، بيعمل ريزرفوار يعني مساحات كبيره كده حواض ويحجز فيها الميه، لو في مناوبه بتجيله في الاسبوع مره فبيحوش الميه اللي هو عاوزها لاحتياجاته باقي الاسبوع عشان يصدر لاوروبا خضار وفاكهه. فبيعمل ايه في الميه دي؟ بيعوم فيها سمك، والسمك ما يلوثهاش ولا حاجه. انا جاي ده بالعكس، السمك بيفيد انا عندي في الارض بتاعتي الملوثات اللي جوه فيها، ده بياكل الملوثات اللي في الميه وكمان كمان وبيضيف تسميد من البراز بتاعه، تسميد المياه ده اغلى سماد، سماد السمك. بتعمل ايه انت؟ بتجيب المياه بدل ما تطلعها من البير على الارض مباشره في الخرطوم تروي، انا بوقفها في حوض اربي فيه اعوم فيه السمك، ومن الناحيه الثانيه من الحوض بحط مكنه تضخ في الخراطيم. المايه دي المكنه الثانيه عليها فلتر عشان يحبس المواد اللي هتسد الخرطوم. طيب كده تكلفه المتر المكعب في الصحراء بتاع المايه بيكلف 30 قرش، يعني حضرتك عشان تطلع متر مكعب مايه من تحت الارض على بعد 150 متر بيكلفك 30 قرش. طب لو انا خدت المتر ده ربيت فيه سمك وزرعت بيه يبقى تكلفته نص 15 قرش. يبقى بقى انا وفرت سمك ووفرت تكلفه. طيب تخيل انت حضرتك انا عندي 3.5 مليون فدان. احنا كتير عاملين ده في الصحراء على فكره. وللاسف عارفه بيحصل لنا ايه؟ هيجي لك موظف حكومه من الدوله. حاجه من اتنين، يا عاوز يترشي، عاوز رشوه، يا يقول لك انت مخالف. مخالف ليه يا سيدي؟ يقول لك انت مبور الارض. طب انا مبور مساحه فدان مش مبورها، مش سايبها كده في الهواء، ده انا بربي فيها سمك عشان استفيد من 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 التسميد اللي هيضيفه السمك وهروي بقى بعد كده. طب المزارع السمكيه الخاصه بتطلع قد ايه في مصر؟ بتطلع 90% من الناتج القومي المصري. الله. المزارع الخاصه؟ المزارع الخاصه في مصر، كل المزارع الخاصه من الناتج القومي من الاسماك. المزارع العاديه المفتوحه ممكن تطلع قد اللي بيطلع من المزارع الخاصه مئات المرات. مظبوط. وبالتالي الوضع مختل. الوضع مختل وفي اهدار كبير لثرواتنا الامكانيات ممكن بدون ما ننفق حاجه لنا نستفيد منها. الصيادين ما هم مشهورين حقهم، محملين بالضرائب، محملين بالغرامات، بيتمنع عنهم الرخص بتاع الصيد، يعني مش ممكن تيجي على ناس في بحيره مالوت مثلا ولانه ما سددش ما كانش معاه فلوس فتمنع عنه الرخصه بتاع الصيد، ولو نزل يصطاد تعمل له غرامات ثانيه وتاخده تحبسه. يعني هو رايح يجيب غذاء، رايح يجيب اكل له ولغيره، تحرمه ليه؟ ما هو الاكل ده هيطلع. يبقى احنا بلد ضد الانتاج، مش عاوزه انتاج. هي طيب. عايزه عقليات في اداره البلد. ما احنا جايين لها زي ما قلت قلنا الاراده والاداره، زي ما بتقول نلغي القوانين والإدارة. عايزه العقليه التي تتولى التشريع والحكم وهي متفهم. انه النهارده بنقرا حاجه في الجرنال بس انا مش فاكرها، فيها 200 قانون 2000 قانون بيحكموها. انا استغربت. يبقى اتفقنا. ما انا متفق معاك عشان ما نشتتش نفسنا، بس هنرجع تاني للثروه السمكيه. ده قصه غريبه جدا. وبعدين ده طلع ان احنا يعني ممكن من الميه اللي فيها السمك نزرع الارض ونعمل غذاء على مستويين ونستعمل السمك ليه استخدامات كتيره. حضرتك قلت ونزرع الزهره بتاعه الهوهوبا دي والسمك، زيت السمك من اغلى الاسماك طبعاً. اللي بتستخدم طبعاً. في ال
الادويه العقاقير والادويه طبعا. علشان علاج القلب وتخفيض الكوليسترول. السمك ما بيترماش منه حاجه نهائي بالزبط. يعني يستخدم للاكل واللي بيطلع مخلفات واللي حتى السفه بتاعه يعني كل حاجه فيه بيعاد استخدامها مره ثانيه كاعلاف وحاجات زي كده. مظبوط. نكمل مع حضرتك وبعدين مشروع بقى هيقول لنا عليه الاستاذ ابو العز الحبيب. اتفضل يا دكتور. طيب احنا اتكلمنا عن البحيرات وعن المشاكل اللي بتواجه الصيادين على المستوى الخاص. طب تعالى على مستوى البحار. ما احنا قلنا حضرتك الاول احنا عرضنا فيما يتعلق ببحيره ناصر. بحيره ناصر عرضت حضرتك مشروع هايل دلوقتي. جميل. مش هيكلف حاجه خالص. انت قلت 20 مليون جنيه بس الزريعه بتاعت السمك تترمي في الميه عشان السمك يكتر. لما تعين الدكتور ايمن وحديد في وزاره الزراعه فتاني يوم انا رحت له الوزاره قلت له ثلاث حاجات. دكتور ايمن صديقي من زمان. ايوه. قلت له دكتور ايمن انا عاوز منك ثلاث حاجات ان شاء الله تقعد شهر في الوزاره. لو عملت ثلاث حاجات دول انت هتتكتب في التاريخ. واحد، جميع فلاحي مصر، ده اتفاق بيني وبينه وجاب علي شكل على التليفون، جميع فلاحي مصر لغايه 20 و25 الف جنيه هو عجز عن دفعها ومعرض للسجن او مسجون تسقط فورا. شوف فورا جاب الاستاذ علي شكل على التليفون. ايوه صحيح. قال لي طب هجيب الفلوس ازاي؟ قلت له في الاخر هقول لحضرتك بعد الاثنين التانيين. الحاجه الثانيه، انت وزاره الزراعه وزعت 7% من بذور منتقاه القمح عشان تطلع 24 اردب بدل 18 اردب. روح للفلاحين اللي خدوا منك البذور المنتقاه وتعاقد معاهم خد الغله بتاعته وازرع بيها 70% السنه الجايه والسنه اللي بعدها يبقى 100%. هرفع انتاج مصر 2 مليون طن قمح بدل ما بساوي 8 و9 مليون. 2 مليون طن ممكن ارفعها بالقلم، بجرة قلم. واتفقت مع الدكتور ايمن وحديد. مش قادر يعني انا مش عارفه اتكلم. هي ترتيبات اداريه صحيحه. التالتة بقى بجرة قلم ازيد انتاج القمح 2 مليون طن بجرة قلم. التالتة بقى الاتفاق اللي كان معايا. تو الثروه السمكيه. انا قعدت مع العميد اللي هو اللي ماسك بحيره ناصر. قلت له مشكلتك ايه يا استاذ سعيد؟ قال لي مشكلتك التالي، انا حاجتين مشكله، ما عنديش اي فلوس عشان اشتغل بيها. واحد. طيب كام؟ لو معاك كام تقدر تعمل اللي انا بقوله ده؟ قال لي اديني 20 مليون جنيه. عشان اعمل زريعه سمكيه ارمي 20 و30 و40 و50 مليون زريعه بكره الصبح بلطي وقش بياض غيره وانا عندي كل الامكانيات. عندنا خمس مفرخات في مصر منها واحد في توشكا معظمها عطلان. طب ايه تاني انت عاوزه غير 20 مليون؟ هوفر لك ال 20 مليون. ايه تاني؟ قال لي التشريعات. انا بتحاسب اقتصادي. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني لما اعمل زريعه لازم ابيع سمك قصادها تجيب فلوس وانا بربيها في بحيره ناصر وانا هجيبها هصطادها ازاي تاني؟ وتسالني عليها ليه؟ انت ليك عندي تديني الفلوس ارمي 50 مليون زريعه. يبقى هنا التشريع متخلف. يبقى بالتالي الراجل ده مش هيستجري ياخد قرار. حتى لو جبت له 20 مليون جنيه اللي هيجيب بيهم يعمل بيهم زريعه مش هيقدر ياخد قرار. هيروح السجن. هيروح السجن بعد كده. انا هيتحاسب اصل ما ردهمش تاني. ما ردهمش للدوله تاني. هم هيرجعوا بشكل ثالث. لكن لازم المهم التشريعات. طيب الدكتور ايمن في الاخر قال لي طب انا تشريعات تستحق الحرق كما يقول الدكتور محمود. في حاجات كتيره يعني تشيب الولدان. وبالتالي قلت له طب الثالثه الطلب بتاع حضرتك انا طالب منك ثلاث طلبات، خروج الفلاحين، القمح، وبعدها السمك ال 20 مليون جنيه. قال لي اجيب فلوس منين؟ قلت له سهل، هات اللي هو ابراهيم العجمي دلوقتي على التليفون وجابه فعلا. قول له جميع العقود اللي لغايه 100 فدان عندك للمزارعين اللي زرعوا في الصحراء وينطبق عليهم كلام الكتاب شروط الكتاب، بمعنى اللي جاب كل الموافقات وزرع زراعه جاده وانت حددت السعر للجنة العليا وهو قبله مستعد يدفع وياخد العقد، قول له تعال اتفضل خد العقد بتاعك. مين اللي هو ابراهيم العجمي؟ ده رئيس هيئه المشروعات والتعمير والتنميه في وزاره الزراعه اللي عنده العقود بدل الدكتور المهندس ده يعني اللي عنده جره القلم سعاده اللواء. يعني يدبر الفلوس من اللي واخدين اراضي وزرعوها ونجحت معاهم وعايزين يشتروا ويملوا يعني يقننوا وضعهم القانوني. يعني الراجل دلوقتي زرع الارض وانت حددت له السعر قلت له الفدان بكذا هو قبل. انت ما بتديلوش عقد ليه؟ انت لما تدي له عقد هو يروح يعمل حيازه هيجيب اسمته هو يقدر يتصرف فيه يقدر يصدر. في ناس بعتن لنا بيقولوا ادوهم الفدان ب 8000 جنيه عشان يعمروه ويزرعوه ده قصه هنجيبها ورفعوه لهم بعد كده ل 114000. دي قصه. طب يجيب الفلوس منين؟ ده موضوع قصه غريبه جدا. هنناقشه لوحدها اسمها اجراءات تملك الاراضي الصحراويه في مصر. ده هيجي نعمل له حلقه. ده حلقه لكن اجراءات تملك الاراضي الصحراويه بالظبط. النهارده احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الاتفاق اللي تم مع وزير الزراعه وقلت له ها ادي الفلوس انت عندك 2-3 مليار جنيه في الادراج
العقود طلعها، قلت له لو انا مكانك وزير زراعه هاخد العقود دي في شنطه بكره واطلع على النبريه على اي منطقه، اقول لهم الحاج محمد سعيد لك 20 فدان وانت موافق على السعر، اه تعالى بكره خد العقد الازرق من وزاره الزراعه، هات الربع الفلوس وتعالى، هيجي لي 2 3 مليار جنيه بكره الصبح للبحث البحوث الزراعيه العلميه، 2 للثروه السمكيه اللي هي محتاجه فلوس، لاي حاجه ثالثه لحتى الفلاحين اللي هم في السجن دول او معرضين بالتهديد ارجع الفلوس دي لبنك الائتمان الزراعي يا سيدي، او اتفاهم معاه الربع بالربع ايا كان. اذا الكلام ده معناه ايه؟ معناه انا عندي كل مشاكلي انا اللي خلقها، ما حدش صنعها لي، لا اسرائيل هي السبب ولا امريكا ولا السعوديه ولا اي دنيا في العالم هي اللي بتعمل مشاكلنا، احنا اللي خدين التقاوي الزراعي. ومشاكل ممكن تتحل ببساطه شديده وبالتالي يعني وبالتالي انا مش مصدق احنا لو فتحنا ادراجنا سواء في البحوث بالافكار والمشروعات المدروسه لو جينا وزاره الزراعه وطلعنا من الادراج، طب تيجي ليه ما بيطلعش السؤال؟ طب ليه ما بيطلعش عقد يديهولك؟ الاجابه كانت ايه؟ أيوة. لما اتكلمت معاه ما بيدوش للناس العقود. قال لي يعني تفتكر، وكلام منطقي، تفتكر اللي هو محمود عبد البر اللي اتسجن الاسبوع اللي قبل اللي فات من غير ما يعمل حاجه، لا خد رشوه ولا اي حاجه على الاطلاق، ده قضيه انا عارفها بالحرف، واللي بعديه اتسجن، انت عاوزني فاضل 9 شهور اطلع معاش عاوزني اتحبس؟ طب اتحبسوا ليه؟ اقول لك ليه حضرتك. احنا قلنا المره اللي فاتت ان القانون في مصر، واعتقد الاستاذ ابو العز الحريري هيوافقني تماما باعتباره قانوني، هتلاقي القانون في مصر عباره عن سطر، مش كده يا استاذ ابو العز؟